لما جيت الفلبين لأول مرة ولقيت الناس أول ما بيشوفوا أي حيوان شبيه لأم 44 بيقتلها فورا مع رعب شديد من لمسها، وبيقتلوا الحيوان بأي حجم صغير أو كبير أو حتى لو كان مستحيل إنك تشوفه. فقلت ممكن تكون دي بعض الخرافات أو العادات أو التقاليد العامة في الفلبين، لكن لما قريت عن الحشرة دي عرفت إنها تعتبر من أخطر الحشرات بالفلبين، وخصوصا في المناطق الريفية والأقاليم. ورغم ان لما يتم تسجيل غير حالة واحدة فقط طفلة صغيرة عمر 7 سنوات، الا اني دورت في جوجل على ام 44 او الحريشة او مئوية الارجل، وعرفت ان شوكها سام جدا من نفس العصارة العصبية اللي ممكن تقتل المصاب بيها، او اقل حاجة ممكن تؤدي الى شلل كامل لفترة كبيرة والخلل في وظائف الجسم. فاذا كنت بالاقاليم او مناطق ريفية اوعى تتهاون في التخلص منها بدون لمسها نهائيا.